بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الأزاهر وصحبه وسلم تسليما. أخواتي إخواني مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل جامعة الوطنية لعمال الطاقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في مستهل كلمتنا هاته نود في البداية أن نتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزيل والتحية النضالية العالية للقيادة النقابية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لعمال الطاقة في شخص كاتبها العام السيد الميلودي مخاريق ورفاقه والكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة. كما لا ننسى في هذا الصدد أن نحيي عاليا جميع المنظمات والمؤسسات الموازية بالاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لعمال الطاقة. وبالمناسبة أيضا نود أن نرحب بإخواننا الكهربائيات والكهربائيين بالمحطة الجديدة أسفي لكي ينضموا إلينا في جامعتنا التاريخية للمكتب الوطني للكهرباء. وباسمكم جميعا أخواتي إخواني الشباب الكهربائي نود أن نحيي عاليا إخواننا ورفاقنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين. هذا الفريق الذي أعطى للمغرب مكانة متميزة في العمل النقابي الدولي، وهو أننا تمكنا من الحصول على فريق بمجلس المستشارين منذ سنين، لأول مرة منذ دستور 2011 الاتحاد المغربي للشغل يدخل التاريخ، ومنه يدخل المغرب التاريخ أنه لدينا فريق دستوري لكي يهتم بالطبقة العاملة بالمغرب. وباسمكم جميعا أخواتي إخواني ونحن نتحدث عن الطبقة العاملة وهمومها نود أن نحيي عاليا ونسدي الشكر الخالص لجنود الخفاء وعمال الخفاء المنظمون لهذه الأيام الربيعية. وباسمكم جميعا نتقاسم مع جميع الأخوات والإخوان الطبقة العاملة بالمغرب همومها ومشاكلها، ونتمنى لها التوفيق والازدهار إن شاء الله. اسمحوا لي في بداية هذه الكلمة أن أعرج قليلا على أجواء تنظيم هذا الملتقى الأيام الربيعية للكهربائيين. أولا، أن شعار هذه الأيام الربيعية يتمحور حول طاقة إضافية، وهي طاقة إضافية ليس من مقاربة عددية، وإنما إضافة من مقاربة نوعية، وأننا محتاجون إلى الشباب كونه هو جوهر التحدي، جوهر الصمود، وهو الذي يتميز بالجاهزية والاستقامة الوطنية وكذلك الجندية في هذا القطاع الذي أقل ما يقال عنه قطاع النظام العام، قطاع الأمن الطاقي ببلدنا. وانعقاد هذه الأيام يأتي في نفس الأيام السنة المقبلة التي عقدنا فيها المؤتمر الاستثنائي، وقد كان مؤتمر استثنائيا ليس من الناحية التنظيمية، لكنه كان مؤتمرا استثنائيا من ناحية نوعية القرارات التي صدرت عن المؤتمر، من ناحية الأوراق المعتمدة، من ناحية التحديات التي تم رفعها، وقد كان ذلك جليا في الشعار الذي كان في فقرتين 60 سنة في خدمة الكهربائيين وتستمر التعبئة رفعا للتحديات. كما لا ننسى بهذه المناسبة أن نؤكد على تحدي جديد رفعناه
وهو المصالحة مع الثقافة والفن الذي يحظى به هذا القطاع. وكم نحن في أمس الحاجة إلى تثمين وتحصين الثروة اللامادية بقطاعنا الكهربائي. لذلك فتكريم مجموعة دواليب ليس تكريما فقط لهم لأنفسهم وهم يستحقون التقدير والإجلال، ولكن هو تكريم للصنعة هي من صنعة قطاعنا ولطينة هي من ابتلائنا. أهمية هذه الأيام الرياضية من حيث الفقرات ومن حيث المواد المختارة، فهي مواد تستجيب للمرحلة، تستجيب للسياق، تستجيب للظرفية التي يجتازها القطاع الكهربائي ببلادنا. وهذا الموضوع يتناول المكتسبات الحقوقية، الوحدة النقابية والحفاظ على المكتسبات. ونحن ككهربائيين لا ننسى بأن العمل النقابي الكهربائي في المغرب وفي الدول الأوروبية بزعامة فرنسا هو عمل نقابي جد مشرف، وهو الذي مكن من الحفاظ على مرجعية في المكتسبات. هذه المكتسبات كثيرة ومتعددة بمرفقنا الكهربائي، في مقدمتها مكتسبات الطبقة العاملة الكهربائية، مكتسبات المنتفعين، ومكتسبات الشركات العاملة تسمى مكتسبات الغير. آلاف الشركات الصغرى المتوسطة والكبرى تعمل بالقطاع الكهربائي، وكذلك المكتسبات الوطنية وهي المنظومة القيمية والأخلاقية التي تكتسي قطاعنا الكهربائي، وفيها الجندية والاستقامة والتواجد الدائم بالمحطات من أجل تزويد المواطنات والمواطنين بالطاقة الكهربائية. إن للوحدة النقابية بقطاعنا خصوصية جدا متميزة، نحن أحق بالوحدة ونحن أهلها، لأننا تمكننا من ترسيخ مرجعية في المكتسبات الاجتماعية. المكتسبات الاجتماعية للكهربائيات والكهربائيين التي ناضلنا من أجلها. ولا ننسى أنه في 1 أبريل من السنة المقبلة 2018 ستكون ذكرى إقفال 100 سنة على الحفاظ على المكتسبات الكهربائيات والكهربائيين بالمغرب. لذلك هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، ولا بد من الحفاظ على وحدتنا النقابية. البارحة في مداخلة الأمين العام والكاتب العام كانت هناك رسالتان صادقتان عظيمتان. الرسالة الأولى للأمين العام الذي تحدث فيها بنبرة الصدق، وهو يقول للأجيال للشباب الكهربائي كي يرفع التحدي عالية، قال: أوصيكم بالوحدة النقابية، أوصيكم بالوحدة النقابية. وهو زعيم جاء في مرحلة عصيبة تجتازها الطبقة العاملة في المغرب وفي العالم، ويقول هذه الوصية ويعرف ما يقول. قال: أوصيكم بالوحدة النقابية لأن هي السبيل الوحيد لتحصين جميع المكتسبات. إن مكتسبات قطاعنا الكهربائي التي تضم شرائح متعددة في المغرب، العاملين والأغيار والشركات، هي مكتسبات أمة عظيمة، ونحن يشرفنا هذا. لذلك في الوحدة النقابية ترقى إلى مستوى الدفاع عن مكتسبات أمة عظيمة. ولذلك الحديث طويل وذو شجون، وحتى لا أطيل عليكم سوف أقوم بتعريف متدخلين في هذه الندوة. أبدأ بالمداخلة الأولى التي ستكون من تأطير الدكتور محمد الخفيفي الذي يرافقنا كثيرا في محطاتنا التكوينية، وهو نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، مناضل مؤطر بدائرة التكوين والثقافة العمالية للاتحاد المغربي للشغل، وعضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل. المداخلة الثانية ستكون للأستاذ محمد هكاش، وهو الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. ولا ننسى، والمناسبة مواتية لكي نطرح عليه الأسئلة، خصوصا وأنه كان عضوا باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وهو كذلك متصرف سابق في الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.
بعدها ستكون مداخلة ثالثة للأستاذ جلال بالمامي، وهو الكاتب العام للشبيبة العاملة المغربية، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، عضو المكتب التنفيذي للمجلس العالمي للشباب، ممثل الاتحاد المغربي للشغل بالمجلس الأعلى للشغل. المداخلة الرابعة ستكون للأستاذ فؤاد جعيدي، إطار مكون سابقا بالمكتب الوطني للتكوين المهني، ممثل الجامعة الوطنية للتكوين المهني، صحفي من قدماء الصحفيين بالمغرب، له باع طويل في النضال باتحاد المغربي للشغل، مؤسس لجريدة إلكترونية اسمها المنظار ذات الخط التحريري المرتبط بهموم الطبقة العاملة، وما أحوجنا إلى تواصل هادف خصوصا ونحن في مرفق عمومي استراتيجي حساس، مناضلوه النقابيون يجب أن يعرفوا كيف يصنع القرار الإعلامي والتواصل الهادف الذي يترجم لخصوصية قطاعنا. فأعطي الكلمة الآن للأستاذ الدكتور محمد الخفيفي، فليتفضل مشكورا للحديث عن